ممنوع ولا مصرف يشتغل ومصرياتنا محتجزة. جحدونا الخامسمية، جحدونا الخامسمية. احنا مع الشاب اللي جاي يطالب بحقه، نحن كلنا مع كل واحد مطالب بالحق، لأنه ما في دولة وما في قضاة تعطيك الحق وما في حق بلبنان. نحن مع اللي جوا ياخد حقه ويظهر، واللي بيقرب عليه ما حتلومه إلا نفسه مين ما كان يكون. أنا ما بيقربني وما بعرفه، بس أنا متضامنة معه. أنا هلأ شفت الهيدي على الفيسبوك، لبست ونزلت ومتضامنة معه. أنا خيو للي قاعد جوا، قلنا بالعادة عم نطالب بحساباتنا، قلنا العالم قل علينا مصاري، بنرفض 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 بنرفض. نزل ليعمل مثل اللي شايف شو عمل. هلا هلا نحن ببنك لبنان والمهجر، في شخص جوا اسمه عبد، سالنا انه عم يقتحم البنك، له مبلغ 270,000 دولار. انا بايده، بايد كل واحد له مصاري بالبنك. يلي صار اليوم هو شيء طبيعي رح يصير بالايام الجايه يوميا بالعشرات، اضراب جمعيه المصارف اذا هن بيعتقدوا انه هيدا هو الحل. هيدا مش الحل، لانه باليوم الاول اللي بيفتحوا فيه بعد الاضراب رح يشوفوا مئات المودعين بانتظارهم على المصارف. المفارقه اليوم انه صار الموضوع اكثر من 10 اشخاص فاتوا على المصارف، صار في سلسله اقتحامات، لانه عم يتشجعوا المودعين انه يفوتوا على المصارف ويستحصلوا على حقوقهم بظل غياب تام لكل السلطات السياسيه والماليه من اجل وضع حلول لهيدي الازمه. هون يا جماعة ما مصليين على النبي ولا على عيسى ولا على الله، بدهم يحرقونا، نحن ميتين ميتين.